تحياتي أحبائي، السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله، والأمور على ما يرام. اليوم بإذن الله كما كتشوفوا معايا على طاولة العمل جفنا، حنا كما كنقولوا القصعة القصرية، فيها شوية ديال الدقيق. غادي توجد لكم الأم ديالي الرغيف، قالت لك بمناسبة قرب العيد كنديروهم نفطروا بهم بنيتي الصباح، كنديرهم نفطروا بهم صباح العيد. فقالت لي غنتقاسم معاهم هذه الوصفة، وهي تبارك الله كيطلعوا لها في يديها. فكما كتشوفوا هنا درنا تقريبا شحال 350 غرام ديال الطحين عشويه، حيت حنا بغينا نديروا بهم غير الكوتي. اليوم الام ديالي بيتة عندي، وقلت لها ماما شنو ندير لك الكوتي كيكه، قالت لي لا انا اللي غندير لك اليوم. قلت لها مرحبا. 350 غرام ديال الفرس، الملح حسب الذوق، الراس ديال العشق ديال الخميره، هانتوما كما كتشوفوا راس مغرفه صغيره، كما حنا كنقولوا عاشق ديال الخميره ديال الخبز، وكذلك راس مغرفه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. اشنو غديري دابا ماما تاني؟ غندير فانيا، فانيا البنات كما كتشوفوا، ها هي ها هي هاك. بسم الله. وشنو تاني ماما؟ وبيضه بنيتي، المح تاع البيضه، المح تاع البيضه. البيضه البنات يعني صفار البيض. فوالا هذه الروسيطه بنيتي راه تاع جده الله يرحمها، ام حليمه، ام تمو هي اللي كبرت عندها، هي اللي كانت على هذه الغيفات وتعلمتهم منها. الله يرحمها ويرحم امتي محمد. امين امين يا رب العالمين، الله يرحمها ام حليمه، انا كانت عزيزه عليا، تعلمنا منها بزاف د الحوايج الله يرحمها. هانتوما كما كتشوفوا الصفار ديال البيضه والماء الدافي باش غدا تجمع. قلت لها ماما نديرهم في العجانه، قالت لي لا. بسم الله. علاش ما بغيتيش العجانه؟ لا بنيتي لا. قلت لك لا. بنادم مصير قريصه ديال الزيت نسيناها. الزيت غير قريصه بنيتي، الزيت عادي عادي يا الروميه. بغيتيش نديرو لك في الطبسيل؟ لا كبو لك ديريكت شويه، ما باغاش ماما الزوار باسكو. انتم ماشي ما كتشوفوش. بسم الله. صافي صافي، الله يجعل البركه. سي بون ماما، قبل ما ننسى كاينين بزاف اللي نسيت نبلغ لك السلام ديالهم، وكنطلب منكم السماحه البنات، وخصوصا مطبخ فوزيه. فوزيه اللي اللي متبعاها، اللي كتعجبك انت يا فوزيه، راه الام ديالي من المتتبعات ديالك، كنشوفها كيعجبها شنو كديري، ديما كتقولها ليا. وكذلك ام افنان، يسلم عليهم الخير والبركه، ليانا كاع اللي سول فينا ويسلم علينا، الله يبلغ سلامه ويعطيه ما ترجع. امين. وحليمه، ولا نسيت شي وحده البنات، سمحوا لي سمحوا لي بزاف بزاف، من غير خويا اختي وجيهان وبهيجه وبشرى، المهم راكي عارفه كاع البنات كيسلموا عليك اميمتي، وهادو نسيتهم استسمح. ها انت يا فوزيه اختي، كما وعدتك كما قلت لك في التعليق غادي تسمعي بودينتك، هانا بلغت السلام ديالك الام ديالي. المهم كما كتشوفوا دابا غتجمع العجينه وغادي تدلكها مزيان البنات. ها هي هنا جمعت العجين، شوفوا الكميه تاع الماء قالها شويه، يعني على حسب نوعيه الدقيق، كم الدقيق واش كيشرب ولا لا. دابا راه بدات كدلك، ما حيدي عليا بنيتي هاد القصريه صغيوره ليك. هي كي كضحكي لي على قصريتي امي، صغيوره كضحكي لي على قصريتي. لا ضحك والو بنيتي، وكل واحد الفتيسة. هانتوما تبقاو تسمعوا الوالده، راه لما طرطقتش العجينه قلبها ما تيبردش، غادي نسكت واحد الدقيقه باش تسمعوها كيفاش كدلكها. تبارك الله والصلاه على النبي. كتسمعوا البنات ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر على مهمتي. انا راه ما تنعرفش نطرب اختي، راه عندنا الروب. واش بغيتي الوليده الروب؟ لا لا اختي، خمسة دقائق فانتي ساليتي. لا ما درتي لها الكف، عطيتها ما تجي برد القلب. سمع امكم مين هذيك، كون كانت عايشه معايا ماما ناري ما نقولش لكم البنات. الله يسمح لينا من الوالدين، وخلي لكم الامهات ديالكم كاملين، واللي ميته مهمتها الله يرحمها ليها. صافي ماما بارك مدليك، خليني ديك فورس كيبغي يدليك حتى هو، فورس كيبغي. ما تزيدي لا ما لا والو دابا ماما، واحد الرشيشه بقي، يعني هاد الرشيشه اللي بقات غتزيدها. بشي شوفوك البنات كيفاش كدليكيها بيدك بالماء. راه حتى البنيه تا ماما المبتدئه تما راه كيتعلموا منك، راه كدير رحمه الوالدين ماما. مزيان بنيتي كدير رحمه، اي هاي تبارك الله الصلاه. حق الوالده نسيتيني، راه عندي الشهود.
ياك هذيك المره قلت لك نصلي الكسوه الصفراء ما كيماش جبتيهاش ليا. والله بنيتي الا نسيتها. ها الله تنمشى هاد المره نحل البلاكار ونجبدها. زيد جلابيتي الصاله وهزيت دوايا تاع الطونسيو وجيت خليت الله يشافيك امي انت ويشافي الجميع تبارك الله الوالد. هاي 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 سمعوا البنات سمعوا انتي ديري لها مويها برشا الشاب نكب لك نقيني نكب لك واش هاد الجغيمه كلها اللي بقات غاديري بسم الله صافي دير الاخرى ها هو البنات فوالا كاس 0.25 لتر كما كتشوفوا مهم كيبقى على حسب نوعيه الدقيق ها سخفت يا ماما نعم وين فين بنيتي ورب الصح مال بكري كانت شي عجانه وبكري كنتو كديروا واقيلا ماما بزاف كميه كثيره تبارك الله العائله كبيره الله يسلم عليك جدرا كانت عمر داك السطيله تاع البروس دوك الكبار اي شحال هذه اللي سمعت البروسه مهمتي هذوك ديال الحديد ياكي كنديري فيهم هاد الرغيفات نطفيهم في العسل وندردرو عليهم جوج جلال ويدار في ديك السطيله ملي تجبديهم عرفتي كيهبلوا الله ينعلبوا الكاطو في بلاصتهم كاع يلاه سمع امكم مينا اش قالت لكم يلاه صافي غتبقاي هكا تتكمل هاد المجموعه كامل ونرجعوا لكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو وغنحتاجوا من بعد ماما العسل والزنجلان اللي محمر اللي مصاد شويه كاينه ما على بالهاش ضحكتني على بالهاش باش قطعت الكاميرا كتصحاب كتهضر معاكم شنو بغيتي تقولي لي ماما نقول لهم بنيتي شوفي العجينه ملي كتدلك كي كتولي ها كتولي خفيفه شفتو راه ما عطاتهاش الماء في الاول راه جمعاتها ومن بعد كي بقات كتسقي فيها وكدلك فيها طلقت درت لها في هذيك الزلافه شويه ديال الزيت دابا غدات كور الدهني ماما فين تحط هذوك الكويرات حكم تما صح هاك اختي ديري اللي بغيتي بغيتي انت قلتي لي الشرط ديالك الوحيد تخدمي كما بغيتي شوفي غندير معاها صغيورين ديري اللي عجبك ماما بلاتي نفرشها هذه باش نجيب لك الكسعه ديري فيها انت باغا داكشي تاع البلاد لا بغيتي ديري انت هنا انا عادي ماما عادي انت اي على راحتك لا تما بشقي كيتسرحي هادي ديري لنا نقول لك هادي ها ما بين البنات كلشي ديرنا شويه الزيت خليتها البنات على خاطر قربي لهم الكاميرا ماما يدك لها هبطي يدك ها انتم كما كتشوف صغيورين البنات صافي ها هما كيشوفوا فيك راه هادي راه غتخرج واحد الكميه تبارك الله بزاف غتخرج طبسيله قداش المهم غدير معكم غير وحيده ولا زوج صافي وتشوفوا هاك ها انتم كما كتشوفوا وحنا نكملوا كلشي باش ما نطولوش عليكم وباش ما تملوش من مكمينا قلت لك لا ماما عزيزه عليهم والله الا عزيزه عليهم ربي يخليهم بنتي يخلي لهم مواتهم وعائلتهم كامله وليداتهم امين ما تمنوا امين ماما راه عدوه الزيت راه ما كتبغيش الزيت بزاف هادو اصلا قالت لي حيت في المناسبات قالت لي كنديروهم مقليين تقليهم وكيجيو ناشفين ماما ياك حيت كيطفوا في العسل مهم غتبقى تكمل الكويرات بهذه الطريقه ماما واش غتخليهم مرتاحو نخليهم مرتاحو شويه ومن بعد نبداو نقرصو فيهم نخليهم 10 دقائق وعاد نرجعو نوريهم كيفاش نقرصو مهم غتكمل كلشي وتخليهم يرتاحو كما سمعتو ونعاودو نرجعو ليكم دابا كما كتشوفو قالت لك ماما صافي ارتاح ياكي غطاتو بهذا بابي سيلفوريزي غتحيديه هاري نحيد لك هذيك الكسعه ماما خدي القياس ونجيب لك الكسعه هنايا خدي القياس باش غتخدمي الزيت بطبيعه الحال راه دارتو يسخن انا غنجيب لكم مقله حداكم باش تشوفوا الكميه ما بغيتش نقرب الكاميرا حداها البنات بزاف صافي 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 بلاتي ماما نقربوا اليوم هذه نوريهم شحال ديال الزيت تقريبا ها انتم البنات راه واحد الكميه مهمه شفتوا صافي ديرينها كتسخن على نار هادئه بما قرصت دابا غدا تقرص بسم الله شي تقرصو بحال المسمنات بحال المسمنات نديرهم ديري شنو قلتي يا ماما كاين اللي كيدير فيهم داخل اللوز كاين اللي كيدير فيهم اللوز مفرشش مدقوق ولا مفرشش اها ولا جنجلان ولا جنجلان مطحون كل واحد واش يدير فيهم حنا بغينا نديرو العادة ديالنا اللي كنا مولفينا مع والدينا ومع جدودنا اها ديري بطريقتك اما انت خدي راحتك ماشي كتقرصهم مزيان كما شفتوا حتى كيبان سطح العمل فوالا كنديرو لهم غير هكا بحال البريوات
ثاني يتعاودوا يتراجعوا شويه. ها هنايا بحال هكا بحال هكايا واخا من مسخن الزيت. شتو ماما داكشي عندها ساهل ماهل داكشي تاع البلاد بنيتي. زوينين البركه راه بركه في اليد ذاتها ماما الله يخلي لك دوك اليدين بيان سور نتبعوا داكشي ديال جدودنا. وعلى حنا دابا اش كنديروا حنايا الا جيتي تشوفي كاع الطبخه ماما كاع اللي في اليوتيوب وهادشي اللي يعني جديد وبريستيج وهذه بريستيج هذاكشي راه غير ابتكارات. اما لا باز راه كتبقى هي هي. مثلا كتجي تنصبي اللحم ولا الدجاج راه ضروري كديري فيه البصله كديري فيه السمن كديري الزيت هذاكشي ديال بكري بحال تاع البلاد ها كتزيد ديال البلاد اصلا ماشي بحال ديال البلاد ولكن كتزيدي غير دوك الابتكارات كتعسلي مثلا البرقوق كدوزيه في جنجلان ولا كديري في اللوز مفرشاش وتزيدي البيض مسلوق ولا البيض تاع السمان داك الصغير ولا هذاكشي راه غير ابتكارات وابتداء يعني كنبدعوا صافي. ما الاساس ماما راه هو داكشي اللي علمونا جدودنا وناس زمان. انا كنظن البنات اللي موافقاني الراي تخليها لي في التعليق. انا بعدا كيعجبني داكشي اللي بلدي البنات. مازال الام ديالي ان شاء الله ملي غيقرب العيد الكبير غادي تقاسم معكم الطريقه ديال البولفاف. انا ما تناكلوش تقليه ان شاء الله حيت انا التقليه البنات كنديرها ولكن كنديرها غير بالكرشه ما كندير فيها لا كبده لا قلب لا غرنوق لا ريه لا والو. مازال ماما ما تتبغيش الريه ما تديرش في الريه كدير في هذاك الشيء الاخر قلب والكبده والغرنوق ودوك الولسيسات وداك الشيء كماما كديري فيها انت كل شيء. وحنا هنا البنات للاسف ما كندبحوش. والام ديالي الله يشافيها ويشافي كاع الامهات ديالكم عندها مرض السكري فيعني كتيفيتي ماكسيموم كتحاول تبتعد على اللحم ديال الخروف الغنمي كما كنقولوا ما كتاكلوش غير هكا في العيد كطيب غير الدواره وتنشريوه البنات اللي قسم الله من اللحم تاع الفو يا كتف يا جيبو تنشويوه صافي. انا اصلا ما تناكلش بولفاف وعارفاني ماما ما تناكلش تقليه من غير الكرشه. ماما لا دارتها كديرها بنينه كناكل كنهز غير الكرشه وصافي. مي غادي تقاسمي مع ماما ما هاد الشيء والله يوم حيت انا باش غنقول لكم البنات غندير لكم الروتين تاع العيد ولا ما كندبحوش هنايا الله يطول بنيتي ان شاء الله كنشريو يعني غير الدواره من عند الجزار وشويه اللحم كما قلت لكم. العيد هو اللي في البلاد الاجواءيه اللي في البلاد وخمسه ناكلوش اللحم واكلينو ديما هنايا بصح الحمد لله الحمد لله والشكر لله العاده وصافي. بنادم ومازال غتقاسم معكم الطريقه تاع الكسكس ديالها كسكسوق كديرو زوين. وماما راه من عشاق الطواجن ماما راه كتموت على الطواجن وكتسلم عليك كذلك ماما. انا شي الله تفكرت عشاق الطواجن وانا نتفكر واحد الزميله ديالي في اليوتيوب مطبخ حنان سميتها هي حنان سلمت عليك مطبخ المبتدئات. انا البنات دابا كنتفكر بشويه بشويه سلم عليهم الخير وربح كاع اللي كيسلم عليا ويسول فيا وتيدعيو معاك بالخصوص اللهم صحيحتهم ويخلي لهم وليداتهم ويعطيهم ما تمنوا امين. واللي بغاوها عند ربي ان شاء الله توصلهم ان شاء الله. دابا انا تنتفكر وتيدعيو معاك دعوات الخير الله يطول لها في عمرها الله يحفظها عليك الله يعزيز عليهم. وما بغيت حتى واحد يتقلق عليا انا فيما كنتفكر شي سميه تنقولها البنات. المهم باش ما نطولوش عليكم يا راه كتكمل بالطريقه ودابا تخلي ماما يتراجع تعاود تقرصيهم عاد مسخن الزيت عاود تقرصيهم حتى نقرصهم شويه باش نديرو. المهم دابا تحتتنا معكم شويه تحتت معكم كمينه شويه غادي نكملوا هذا الشيء باش ما نطولوش عليكم فيديو كيجي باش تقليهم نوريكم باذن الله ان شاء الله يا رب. هاد كما كتشوفوا حنا راه بدينا كنقليو وجدنا هنايا اناء فيه العسل كما كتشوفوا العسل دافي باش نغطسوا فيه هادو. وهنايا وجدت له واحد الشبيكه مع البانيو باش يقطروا مزيان. هنا كما كتشوفوا كتقرص فيهم بالطريقه هذه نقرص فيهم الفلفل ويتقلاو هكا صغار نقيله قالت كتهز لها ثلاثه. طلعي ماما يدك الفوق ما شافكش كيفاش كتقرصي طلعي 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 حدا برجيطه فوالا صافي وغتهزها ديريكت للمقله. بالنسبة غير لبنيات المبتدئات راه ما كاينين تبارك الله اللي كيعرفوا يديروا الرغايف كلشي كيعرف ليها بنيتي شكون ما يعرفش هادشي صافي. كما كتشوفوا راه هزاتها لهي كتخليها حتى كتقطر مزيان وكديرها في الشبيكة. وعاد هنا رانا وجدنا شوية ديال الزنجلان محمر باش نرشهم عليهم من الفوق. تبارك الله راه خرجت كمية كثيرة فات 350 غرام تاع الدقيق خرجت كمية كثيرة وكيتنفخوا كما كتشوفوا كيجيو خفاف. واهم حاجه قالت لكم ماما يكونوا على نار مهيله باش ما يتحرقوش نو هما يتحرقوا من الفوق ويبقاو خضرين من الداخل
كيجيو كامل قرملين زوينين. فوالا هما كيجيو مقرمشين ماما ياك؟ مقرمشين بنتي. فوالا نقلبو هادي تا هي. صافي غنعاودو معاهم غير هادي اخر مره تنتلاقاو معاهم في الطبق النهائي. ها نتوما نزيد ديك الفوق ماما نو طلعي هذيك الفوق فوالا نتوما ما كتقرصهمش بزاف راه شويه ما بقاش لنا حنا كميه بزاف بقاونا تقريبا شي سبعه هكاك الحبات. صافي كنكملو كنحيدوهم من الزيت كنطفيوهم في العسل كنديروهم يقطرو ومن بعد غادي نزينوهم غير بالزنجلال. الزنجلال نسيتو. صافي ونتلاقاو معكم باذن الله في الطبق النهائي يا ماما. شي صافي صافي بنتي يا حبيباتي هذا هو الشكل الطبق النهائي ديالنا. ادروني حبستني الضحكه حيت هذا المقطع عاودتو اكثر من خمسة المرات البنات فيما كنقول لماما قولي لهم كلمه باش تقول لهم سلامه كتقول لكم الو لا اله الا الله كما كتشوفوا لا والله ما كنضحك عليك ما بين قوسين لي الفكاهه صافي عسناهم ياك ماما درت لهم العسيله وشات لهم هكا شويه ديال الزنجلان وبنيتي قبلوا على على الرغيفات راه كاين اللي كيديرهم كاريات كاين اللي كي ملي كيبدا يقرص كيقسمهم كل واحد وطريقته كل واحد يديرهم بالطريقه. انا كندير الطريقه بنتي اللي معلماها ملي كنت صغيره وقبلوا بنيتي على هاد الرغيفات شي وحيده ان شاء الله بنيتي ان شاء الله اللي بانت لك فين يدك حلاه انا راه ضقت وحده البنات راه كتشوفوا كيجيو كيجيو غزالين البنات مقرمشين نشوفوا كيفاش مع ذلك العجينه. حلي لي ماما من الوسط باش يشوفوا. ها نتوما شفتوا والعسل كيجي لداخل راه هو العسل كيجيو زوينين ولدات نتمنى ان شاء الله تجربوهم. ها شنو ماما تقول لهم تاني ان شاء الله الخطره الجايه ندير لكم بنيتي شي شهيوه اخرى ان شاء الله ياكي قبلوا على اللي نعرف وقبلوا عليا بنيتي. صافي دابا راه وعدتكم فيديوهات اخرين باذن الله ان شاء الله الا بغى سيدي ربي الله يطول لك في العمر ويطول جميع امهات ديالكم في العمر ديالهم. ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكا البنات غادي نضرب لكم موعد فيديو قادم باذن الله. ما تنساوش الا عجبكم فيديو تنساونيش من الدعم لي لايك الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على السر الاحمر. ماما كضحك وضحكتني البنات شكرا الو الو. المهم الخاتمه والله ما غنديرها معكم كما العاده ما تنساونيش من الدعم واللايك والى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله وشكرا على المشاهده.